أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا مرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا مدرسة على الهواء. أهلا حبايبي، وإن شاء الله النهاردة هتبدأ مع بعض حلقة جديدة ومادتنا الجميلة مادة السي إن سي. أهلا بكم أبنائي أبناء التعليم الفني الصناعي تخصص تشغيل المعادن نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات. النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول موضوع جميل جدا جدا، وهو الموضوع اللي هيوصلنا إن احنا نشتغل في سوق العمل في مجال السي إن سي. موضوعنا الجميل النهاردة هو إزاي إن احنا نفهم النقاط المرجعية للبرمجة في ماكينات التحكم العددي. يعني احنا النهاردة هنبدأ ناخد درس جميل قوي عن أساسيات البرمجة في ماكينات التحكم العددي، واحنا بنسمي درسنا النهاردة هي النقاط المرجعية للماكينة لماكينات التحكم العددي السي ان سي. تمام يا شباب، النهاردة هنبدأ مع بعضينا كده نشوف ايه هي المحاور اللي بتحتوي عليها ماكينة التحكم العددي، وبناء على هذه المحاور ايه هي النقاط المرجعية اللي انا اقدر اظبطها للمكنة علشان اقدر ابرمج المشغولة بتاعتي، والمشغولة بتاعتي تبقى ليها نقطة مرجعية لابعادها علشان يطلع المنتج بدقة عالية جدا وابعاده صحيحة ومطابق للمواصفات المطلوبة والمعايير المطلوبة للانتاج. يبقى انا النهاردة هبدأ اعرف ايه هي المحاور الاساسية اللي هظبط عليها الانتاج بتاعي علشان لما اجي ابرمج الماكينة اقدر ابقى عندي نقاط مرجعية الابعاد بتاعتي، برجع لهذه النقاط المرجعية علشان اقدر ان انا انسب ليها الابعاد بتاعت المنتج بتاعي، وبكده اطلع المنتج بتاعي ذو مواصفات معيارية ممتازة. تمام، احنا النهاردة هنبدأ على الشتنة الجميلة، هنعرف ايه هي المحاور الأساسية لماكينة الفريزة ذات التحكم العددي مع بعضينا على الشاشة. الشاشة بتاعتنا بتعرض ايه؟ بتقول لنا المحاور الأساسية لماكينة التحكم العددي، عندنا المحور X والمحور Y والمحور Z. طيب احنا عايزين نعرف ايه هي المحور X بتاعي بيمثل ايه؟ قال لي المحور X بتاعنا هيمثل لنا طول الشغلة، والمحور X بيبقى ليه إشارتين، إشارة موجبة وإشارة سالبة. طيب يبقى أنا عندي هنا المحور X بيمثل ليا طول الشغلة بتاعتي. طب والمحور Y؟ قال لي المحور Y هيمثل لينا عرض الشغلة بتاعتنا. المحور Y هيمثل لينا عرض الشغلة بتاعتنا، وأيضا المحور Y ليه اتجاهين، اتجاه سالب واتجاه الآخر اتجاه موجب. يعني لو انا شفت لو طالع فوق الصفر بتاعي هيبقى اشارتي ايه؟ واي بوزيتيف. طب لو انا الاشارة بتاعتي اسفل الصفر او مكاني اللي هشتغل فيه اسفل صفر الشغلة، يبقى لما اجي اخد اي بعد هاخده في اتجاه واي بالايه؟ بالنيجاتيف او بالسالب. يبقى أنا دلوقتي عندي محاور أساسية، المحاور الأساسية بتاعتي هو المحور X وبيمثل طول الشغلة، وله إشارتين، إشارة موجبة، والاتجاه الآخر من زيرو بوينت للشغلة إشارته سالبة، والمحور Y أيضا له إشارتين، الاتجاه العلوي عن صفر الشغلة بياخد إشارة موجبة، والاتجاه السفلي عن صفر الشغلة بياخد قيمة سالبة. عندنا المحور الثالث المحور العمودي على المحور X وY، وهو يمثل المحور Z، والمحور Z عندي فوق صفر الشغلة لأعلى بتبقى إشارة الزد موجبة، أسفل صفر الشغلة بتبقى إشارة الزد سالبة، والزد عندي هنا بيمثل لي عمق القطع المراد قطعه داخل الشغلة بتاعتي. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي شباب، يعني انا دلوقتي لما يجي يقول ايه هي المحاور الاساسية لماكينة التحكم العددي، اقول احنا عندنا في ماكينة التحكم العددي بالذات الفريزة 3 اكسس ثلاث محاور. المحاور دي اسمها ايه؟ المحاور ده محور اسمه X، والمحور ده بيمثل لي
قيمة العرض بتاع الشغلة اللي أنا هنفذ بيه العمليات التنفيذية المراد تنفيذها في الشغلة. بمعنى ايه برضك احنا عايزين نفهم؟ يعني انا معايا الشغلة بتاعتي، لو انا همشي في اتجاه اكس انا كده بمشي فين؟ في طول الشغلة بتاعي. حلوة قوي. طب لو انا همشي في عرض الشغلة، يبقى المحور اللي انا هدي بيه الابعاد اسمه المحور واي. يبقى لو انا همشي في طول الشغلة، يبقى المحور اللي المكنة هتعرفه علشان تمشي في طول الشغلة هو المحور ايه يا ولاد؟ المحور اكس. طب لو انا همشي في عرض الشغلة، يبقى المكنة هتعرف عرض الشغلة بالمحور ايه؟ بالمحور واي. طب لو انا عايز انزل بقى عمق التشغيل بتاعي، عمودي على الشغلة، قال لي العدة هتعرف ان هي هتمشي عمودي بالمحور ايه؟ بالمحور زد. يبقى طول الشغلة بيمثل بالمحور اكس، عرض الشغلة بيمثل بالمحور واي، عمق الشغلة بيمثل بالمحور ايه؟ بالمحور زد. تمام يا شباب؟ وكل محور من هذه المحاور له اتجاهين، اتجاه بإشارة موجبة، والاتجاه الآخر بيأخذ الإشارة الايه؟ السالبة. يعني لو حضرتك ماشي في الاتجاه الموجب هتكتب البعد بتاعك للمحور ده بالإشارة الموجبة. طب لو انا ماشي في الاتجاه السالب، يبقى البعد اللي انا هديه للمكنة هديه بإشارة ايه؟ سالبة. فده موضوع مهم جدا جدا نفهمه، لان بناء عليه هقدر اعرف انا فين من نقطة التشغيل اللي انا عايز اشتغل فيها، واشارتي هتكون ايه؟ هل هتكون موجبة ولا هتكون سالبة؟ تمام؟ نبص تاني على الابعاد لان دي موضوع مهم جدا. معانا على المحاور بتاعتي، انا عندي هنا يا اولاد المحاور بتاعتي اكس اهي بتمثل طول الشغلة. يعني انا لو عايز اقطع في اي مكان على طول الشغلة، هدي البعد اللي انا هقطع بيه على طول الشغلة ده بمثابة او بالكود بتاعي او الرمز بتاعي اسمه ايه؟ اسمه اكس. يبقى اي بعد هياخده المحور اكس ده بيمثل ان البعد ده انا هشتغل فيه في طول الشغلة بتاعي. طيب حضرتك يا ميس قلت لنا ان الاكس دوت ممكن اديه باشاره موجبه وممكن اديه باشاره سالبه. اه يا ولاد، لو انا ماشي في الاتجاه بتاعي دوت كده، لو انا ماشي في الاتجاه بتاعي هنا كده، يبقى انا هدي الاشاره بتاعتي ايه؟ موجبه. يعني انا لو ماشي يمين الصفر هدي الاشاره بتاعتي موجبه. بص هنا كده، لو انا ماشي في الاتجاه ده يبقى انا هدي الاشاره موجبه. طب انا لو ماشي شمال الصفر الناحيه الثانيه، يبقى لو العده مشيت شمال الصفر الناحيه الثانيه الاكس هتاخد اشاره ايه؟ سالبه. طب لو انا عايز اشتغل في الاتجاه الاخر اللي هو بتاع واي، يبقى انا كده شغال مع عرض الايه؟ الشغله بتاعتي. لو انا العده بتاعتي هتمشي اعلى صفر الشغله، هتبقى اشاره البعد بتاعي في واي اشاره موجبه. لو العده بتاعتي هتشتغل اسفل صفر الشغله، هتبقى اشاره البعد بتاعي اشاره ايه؟ سالبه. طيب لو انا حابب ان انا ادي عمق القطع بتاعي، عمق القطع لو انا نازل في السمك نفسه هشتغل داخل السمك، يبقى زد سالبه. طب انا خلصت الشغله والعده بتاعتي عايزه ارفعها، طالما هرفع العده بتاعتي لاعلى، طالما هرفع العده بتاعتي كده لاعلى، يبقى هتاخد قيمة زد ايه؟ موجبة. تمام يا ولاد؟ الحالات ديت لازم نبقى فاهمينها كويس جدا، عشان لما اجي ادي ابعاد الشغلة بتاعتي اديها وفق الاشارة الصحيحة. لو انا ما اديتهاش وفق الاشارة الصحيحة بتاعتها، هلاقي البعد بتاعها هيختلف، حركة العدة مش هتمشي في المسار المظبوط، المنتج مش هيطلع مظبوط، وهتبقى الجودة بتاعتي رديئة، وبالتالي يبقى انا اهدرت ايه؟ خامة وآلة ووقت وخلاص. إنما أنا لازم أبقى فاهم كويس جدا المحاور بتاعتي والإحداثيات بتاعتي ديت إشارتها إيه، وأنا هل أنا ماشي في المسار الصح للإشارة ولا لأ. ولازم أبقى دقيق جدا وأنا بكتب الأبعاد وبكتبها بإشارتها المظبوطة. الاتجاه السالب احط اشارة سالب، والاتجاه الموجب احط اشارة موجبة، بحيث ان العدة تمشي في المسار الصحيح للابعاد المطلوب تنفيذها داخل المنتج، وبالتالي في الحالة دي هبقى بطلع انتاج ذو دقة عالية جدا بمعايير اداء صحيحة،
والمنتج بتاعها هيبقى مقبول، وبالتالي كده ابقى انا ما اهدرتش ايه وقت وزودت الايه الربحيه بتاعتي، لان المنتج بتاعي بيطلع بمواصفات معياريه دقيقه جدا. تمام يا شباب، نبدأ بقى ندخل في النقاط المرجعيه للماكينه. انا علشان امشي بالمحاور دي، ايه هي النقاط اللي ببدأ من عندها الشغل، وايه هي النقاط اللي لازم اعرفها للبرنامج عشان البرنامج يبقى عارف هو الشغله فين من المكنه، الشغله موجوده فين في مساحه التشغيل في المكنه بتاعتي. يبقى انا لازم اعرف مساحه التشغيل بتاعت المكنه بتاعتي، النقاط المرجعيه بتاعتها، وازاي انا بقفستها. يعني ايه بقفستها يا اولاد؟ يعني ازاي ان انا برحل نقاط المكنه ديت لنقاط التشغيل على الشغله بتاعتي. الموضوع ده هو اللي احنا هنعرضه دلوقتي على الشاشة، وهنعرف كل نقطة مكانها فين علشان اعرف ازاي انقل من نقطة على المكنة لنقطة على الشغلة البعد بتاعي. مع بعضينا نبدأ نشوف النقاط المرجعية على ماكينات التحكم العددي. اول نقطة يا اولاد بيقول لي هي اسمها الريفرنس بوينت، نقطة تسمى الريفرنس بوينت. طب هي فين يا ميس على الرسم هنا؟ النقطة بتاعت الريفرنس بوينت ديت اللي احنا بنرمز لها بالرمز R، ودي نقطة بتبقى في فضاء مساحة التشغيل، وبقول عليها هي أقصى مسافة تتحرك إليها العدة في اتجاه المحور X وأيضا اتجاه المحور Z. يبقى الريفرنس بوينت هي النقطة المرجعية اللي هي النقطة اللي العدة بتتحرك لها لما بتكون خلصت شغلها خالص، وهي اقصى مسافه تتحرك اليها العده في اتجاه المحور اكس وكذلك المحور زد. طيب بيقول لي في نقطه مرجعيه تانية انا بسميها الماشين زيرو بوين. طب النقطه دي فين يا مس؟ النقطه دي يا اولاد بتبقى موجوده اعلى صينيه المشغولات في الجانب الايسر من صينيه المشغولات. يبقى في الجانب الايسر من صينيه المشغولات وفي السطح العلوي من الصينيه. طب النقطه دي يا اولاد هي مين اللي بيبقى عارفها؟ قال لي النقطه دي بتبقى موجوده في كتالوج المكنه، بتبقى معروفه فقط من قبل صانع الماكينه. طب انا افهمها ازاي؟ قال لي افتح الكتالوج بتاع المكنه هتعرف ابعاد النقطه دي فين من سطح الشغله اللي انت عايز تشتغل فيها. فبالتالي النقطه ديت انا بجيب اللي هي الماشين زيرو بوينت، بجيب ابعادها من كتالوج الايه المكنه، وهي دايما بتكون الاحداثيات بتاعتها اكس بتساوي 0 واي بتساوي 0 زد بتساوي 0. طب انا عندي نقطه ثالثه يا اولاد اللي هي نقطه بنسميها الورك بيس 0 بوينت، اللي هي نقطه صفر الشغله. النقطه دي بتبقى موجوده على احد اجناب الشغله او في منتصف الشغله حسب الديزاين او حسب التصميم للمنتج بتاعي. لو المنتج اللي انا هنفذه يا اولاد هنا منتج متماثل الشكل، بتبقى النقطه دي موجوده في محور التماثل للشكل المراد تنفيذه على سطح الشغله. لو الشغله بتاعتي غير متماثله الشكل، فبخلي النقطه ديت على احد اجناب سطح الشغله بتاعي. يبقى انا عندي نقطه صفر الشغله، دي نقطه بتتحدد حسب الشكل المراد تنفيذه على سطح الشغله بتاعي، مش شرط ان هي تكون موجوده في احد اجناب الشغله بتاعتي، لا انا حسب الشكل بتاعي. لو الشكل بتاعي فيه تماثل يبقى النقطه دي انا بحولها لان هي تكون موجوده في مركز محور التماثل للشكل المراد تنفيذه. ولكن لو كان الشكل اللي انا عايز انفذه في المنتج بتاعي غير متماثل الشكل، بتبقى موجوده على احد اجناب سطح الايه الشغله بتاعتي. طيب يبقى انا دلوقتي يا اولاد لما اجي اقول ايه هي النقاط المرجعيه يا ميس، النقاط المرجعيه دي يا اولاد احنا عندنا ثلاث نقاط مهمين جدا، وعندي نقطه رابعه بردك هقولها، بس هي النقطه دي ما بتبقاش موجوده في الكتالوج، بس احنا لازم نبقى عارفينها، دي نقطه مرجعيه مهمه جدا. طيب ايه هما النقاط ديت؟ اول نقطه احنا قلنا نقطه تسمى الريفرنس بوينت، ودي برمز لها بالرمز R او بالحرف بتاعي R، والحرف R ده معناه ان دي اقصى مسافه هتتحرك اليها اداه القطع في اتجاه المحور X وفي اتجاه المحور Z وفي فضاء مساحه التشغيل كلها. اكبر مسافه او ابعد مسافه تتحرك ليها العده
في فضاء مساحة التشغيل، هي دي بنسميها الريفرنس بوينت، النقطة المرجعية. يبقى نقطة R اللي هي الريفرنس بوينت دي نقطة موجودة في فضاء مساحة التشغيل عندي في ماكينات التحكم العددي، والنقطة دي بتمثل أقصى مسافة يتحرك إليها أداة القط في اتجاه المحور X وكذلك اتجاه المحور إيه؟ المحور زد. طيب والنقطة التانية يا أولاد، قال لي النقطة التانية هي عبارة عن الماشين زيرو بوينت. طب الماشين زيرو بوينت دي معناها ايه؟ نقطة صفر الماكينة يا ولاد. طب نقطة صفر الماكينة يا ميزي بتبقى موجودة فين؟ قال لي بتكون موجودة في السطح العلوي من صينية المشغولات في الجانب الأيسر، في الجانب الأيسر من صينية المشغولات. وبتبقى موجودة فين في الجانب الأيسر بالظبط؟ في السطح العلوي لصينية المشغولات. تمام يا ولاد؟ النقطة دي اللي بيبقى عارفها ومحددها هو صانع الماكينة، هو اللي عارف بداية الصينية دي أبعادها إيه بالنسبة لأجزاء المكنة كلها، فبالتالي النقطة دي بيكون متحددة في أبعاد المكنة في الكتالوج بتاع مين؟ بتاع المكنة. يبقى احنا لازم نكون شطار ونعرف نفتح كتالوج الايه؟ الماكينة بتاعتنا، ونقدر نبحث على الايه؟ على الماشين زيرو بوينت بتاع المكنة اللي احنا هنشتغل عليها، ونعرف ابعاد الماشين زيرو بوينت بتاعتي دي على الصينية اكس فيها بكام؟ واي فيها بكام؟ زد فيها بكام؟ وعامة هي علشان نقطة بدائية انا ببدأ الشغل من عندها، فبتبقى اكس فيها بزيرو، واي فيها بزيرو، زد فيها بزيرو. طب هل يا ميس في كل المكن ممكن تبقى الماشين زيرو بوينت كده؟ اه، هي نقطة الماشين زيرو بوينت انا بحددها ان هي النقطة الصفرية لأي بعد بالنسبة للمكنة، او اي يعني مرجع بالنسبة لأي جزء في المكنة، بتبقى نقطة الماشين زيرو بوينت دي هي النقطة المرجعية لأي جزء فين في الماكينة. لو جزء اتخلع من المكنة وحبيت اجي اركبه، انا ببدأ ان انا اسنده لنقطة الماشين زيرو ايه؟ للماشين زيرو بوينت. لو انا حطيت شغلة وعايز اشتغل فيها يا اولاد، انا بنسب ابعادها للماشين زيرو بوينت في الاول، وبعد كده برحل الابعاد دي لنقطة اخرى، وهتسمى النقطة التانية دي ايه بقى؟ الورك بيس زيرو بوينت، يعني نقطة الصفر مين؟ الشغلة. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين نقطة صفر الماكينة ونقطة صفر الشغل. نقطة صفر الماكينة دي نقطة المكنة بيكون جايالي من المصنع اللي مصنعة بيها، تمام؟ واللي بيحددها واللي بيكتب أبعادها في كتالوج المكنة صانع المكنة دي. نقطة صفر الشغلة بقى يا ولاد هي نقطة بداية التشغيل للشغلة بتاعتي، يعني هي نقطة صفر برضه، بس نقطة الصفر بداية التشغيل للشغلة مش للمكنة، بداية التشغيل لمين؟ للشغلة بتاعتي. طب مين اللي بيحددها؟ مصمم الإنتاج. يعني أنا دلوقتي عندي ديزاين رسم نازل لي، الديزاين ده بيقول لي نفذ لي المنتج بالشكل ده، حلو قوي. فين بداية الشكل بتاعي؟ بداية الشكل بتاعي اللي أنا هنفذه هو دي نقطة الصفر الشغلة. يبقى نقطة الصفر الشغلة مين اللي بيحددها لي؟ المصمم اللي بيصمم الرسم بتاع تنفيذ المنتج بتاعي. طيب هل نقطة صفر الشغلة بتاعتي دي بتكون ثابتة؟ قال لي لا، حسب مكان بداية التشغيل. لو انا عامل لك بداية التشغيل بتاعك على بداية الشغلة او احد ارقام الشغلة، يبقى نقطة صفر الشغلة بتاعتك هتكون على احد ارقام الشغلة بتاعتك. طب لو انا عايز الشغلة دي يكون فيها تشغيل متماثل، ليه اخلي الصفر بتاعي على احد الارقام؟ ما انا اخلي الصفر بتاعي في المنتصف بحيث ان هو ينفذ الشغل بتاعي يمين شمال لاعلى او لايه او لاسفل، لان ده في حركة تماثلية للعدة، في حركة تماثلية للايه؟ للعدة. يبقى مين اللي بيقول لي احط صفر الشغلة في مركز الشغلة او على احد اجناب الشغلة بتاعتي؟ مصمم التشغيل اللي هو بيعمل لي الرسم المراد تنفيذه على المنتج بتاعي. العمليات التنفيذية بتاعتي شكلها ايه؟
هي اللي بتجبر المصمم يحط سفر الشغل بتاعه فين. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان احنا عندنا كام نقطة مرجعية. عندي نقطة الريفرنس بوينت، ودي برمز لها بالرمز R، ودي بتبقى اقصى مسافة اتحرك اليها العدة في اتجاه المحور X وكذلك المحور Z. عندي الماشين زيرو بوينت، ودي بتبقى نقطة موجودة على فضاء مساحة التشغيل على صينية المشغولات في الجانب الأيسر العلوي لصينية الايه المشغولات، بتعرف من قبل صانع الماكينة. ولو انا حابب ان انا اعرفها بفتح كتالوج المكنة وبعرف ابعاد الماشين زيرو بوينت بتكون فين على المكنة بتاعتي من خلال كتالوج الماكينة بتاعي. ايضا عندنا نقطة اخرى وهي الورك بيس زيرو بوينت، ودي بتبقى معروفة من قبل المنتج او المصمم للديزاين اللي انا هنتجه. المصمم هنا بيحط لي الماشين الورك بيس زيرو بوينت وفق نوع الانتاج، وفق الشكل المراد تنفيذه. لو انا هعمل شكل متماثل بتكون نقطة الورك بيس زيرو بوينت في مركز محور التماثل للشغلة. لو كانت الشغلة بتاعتي غير متماثلة بتبقى الورك بيس زيرو بوينت على احد اركان الشغلة بتاعتي. حضرتك قلت لنا ان في نقطة رابعة من النقاط المرجعية، ايه هي بقى؟ بص يا ولاد، احنا عندنا الشغلة بتاعتي وعندي اداة القطع. مكان اداة القطع لما بثبتها في الهولدر بتاعها، مكان تثبيت اداة القطع في الهولدر بتاعها، نقطة تطابق اداة القطع مع الهولدر دي بسميها نقطة مرجعية. بسميها نقطة ايه؟ مرجعية للعدة. بسميها نقطة مرجعية لمين؟ للعدة. يبقى انا اخدت للشغلة كام نقطة مرجعية؟ تلاتة، الريفرنس بوينت، الورك بيس زيرو بوينت، الماشين زيرو بوينت. طب بالنسبة للعدة عندي نقطة مرجعية بنسميها نقطة تطابق حامل العدة على العدة نفسه، نقطة تطابق العدة مع حامل الايه؟ العدة بتاعي. نقطة التلامس ديت بسميها نقطة مرجعية، وهي نقطة المرجعية لمين؟ للعدة بتاعتي. تمام، نبص بقى معايا بعض على الشاشة ونشوف شرح هذه النقاط على الشاشة بتاعتنا. تمام، أول نقطة يا ولاد بيشرحها لنا وهي نقطة صفر الماكينة. نقطة صفر الماكينة اللي هي النقطة اللي باللون الأحمر ديت اللي موجودة على النقطة صفر النقطة احنا عند الماشين زيرو بوينت، اللي هي النقطة الزرقاء يا ولاد. النقطة الزرقاء اللي احنا قلنا عليها أعلى صينية المشغولات في الجانب الأيسر، ودي نقطة بتكون معروفة من قبل مين؟ من قبل صانع الماكينة. تعال نشوف التعريف بتاعها اللي هو قايل لنا عليه. قال لي هي النقطة الموجودة على منضدة الماكينة، هي فعلا النقطة الموجودة على منضدة الماكينة وفي فضاء التشغيل، وهي النقطة دي فعلا موجودة في فضاء مساحة التشغيل بتاعي، وبتحدد لنظام التحكم حدود المحاور وموقعها، ويقوم المشغل بتحديدها في بداية التشغيل للماكينة، وهي نقطة الصفر للماكينة، وبتعتبر أحداثياتها X فيها بتكون بزيرو، واي فيها بتكون بزيرو، وزد فيها بتكون بزيرو. يبقى هي نقطة موجودة على منضدة الماكينة في الجانب الأيسر العلوي للمنضدة وفي مساحة أو فضاء التشغيل بتاعي، بتحدد لنظام التحكم بتاعي حدود المحاور اللي أنا هشتغل عليها فين، X بكام، واي بكام، زد بكام. ودايما بتكون إحداثيات هذه النقطة X فيها بتساوي زيرو، واي فيها بتساوي زيرو، وزد فيها بتساوي زيرو. دي كده يا ولاد كانت نقطة صفر الماكينة. نبقى نقطة صفر الماكينة هي عبارة عن نقطة، النقطة دي موجودة في فضاء التشغيل بتاع مساحة التشغيل اللي انا هشتغل فيها. النقطة دي بتكون في الجانب الايسر العلوي لصينية المشغولات او منضدة الشغل بتاعي. النقطة دي بتكون احداثياتها X بزيرو، واي بزيرو، زد بزيرو، وهي اللي بتحدد للمشغل مكان المحاور الأساسية اللي هيبدأ يشتغل عليها في ماكينات التحكم العددي. تمام يا حبايبي، اتنقل مع بعض بقى لنقطة أخرى. النقطة الأخرى بتاعتنا وهي نقطة صفر الشغلة. نقطة صفر الشغلة، قال لي نقطة صفر الشغلة هي عبارة عن ايه؟ قال لي هي النقطة التي يختارها المبرمج. طيب هي فين يا ميس هنا؟ النقطة اللي هي لونها أحمر دي يا ولاد، دي كده الشغلة المكعب ده
هو عبارة عن الشغلة اللي أنا هبدأ أنفذ المنتج المطلوب فيها، يعني الشغلة دي هي اللي محتاج إن أنا أشكلها. طيب علشان أشكلها هبدأ التشكيل منين؟ قال لي لازم يكون في نقطة بداية للشغل بتاعي. فين نقطة البداية؟ قال لي نقطة بداية التشغيل بتاعي على الشغلة بنسميها نقطة صفر. مين؟ الشغلة. نقطة صفر الشغلة. طب مين اللي بيحدد مكانها؟ اهو بقى في التعريف، قال لي هي النقطة التي يختارها مين؟ المبرمج. يبقى مين اللي بيختار النقطة دي يا ولاد؟ المبرمج. طب بيختارها على اي اساس؟ بيختارها على قطعة الشغلة حسب ما يكون ملائما لعمليات البرمجة لتكون مركزا للاحداثيات لقطعة مين؟ الشغلة. فمثلا اذا كانت قطعة الشغلة ذات محاور تماثل فقد يختار المبرمج مركز محور التماثل لمركز الإحداثيات لقطعة مين؟ الشغل. حلو قوي الكلام ده، جميل جدا. حضرتك يا ميس قلت لنا ان انا عندي حاجة اسمها نقطة صفر الشغل، ومين اللي بيختارها؟ المبرمج. مين المبرمج ده؟ هو اللي بيبرمج الماكينة بالرسمة المراد تنفيذها على سطح مين؟ الشغلة بتاعتي. طب المبرمج ده بيختار نقطة صفر الشغلة على أي أساس؟ على أساس العمليات التنفيذية اللي هتتم في قطعة الشغل. لو العمليات التنفيذية يا أولاد كانت عمليات فيها تماثل، فيها سيمترية، في الحالة ديت هيبقى مركز التشغيل بتاعي هو محور أو مركز محور التماثل للشغل. طب لو ما كانش فيها سيمترية وكانت عمليات التنفيذ كل عملية لوحدها في اتجاه لوحده، في الحالة ديت بيختار نقطة صفر الشغلة بتاعتي على أي ركن من أركان الشغلة بتاعي حسب الأسهل لعملية البرمجة اللي هيقوم بيها في الشغلة بتاعتي، أو عملية يعني إدخال البيانات، يعني حسب ما يسهل على نفسه طريقة إدخال البيانات بيختار نقطة صفر الشغلة على أي ركن من أركان إيه الشغلة بتاعي هيكون فين. تمام، يبقى مين اللي بيختار نقطة صفر الشغلة؟ المبرمج. وبيختارها على أي أساس؟ على أساس عمليات التشغيل اللي هتتنفذ على سطح الشغلة. لو عمليات التشغيل فيها سيمترية أو تماثل بيبقى نقطة صفر الشغلة في مركز محور التماثل. طب لو مفيش سيمترية يبقى نقطة صفر الشغلة على أي ركن من أركان الشغلة بتاعتي. تمام يا حبايبي، ننتقل مع بعض على نقطة أخرى من النقاط المرجعية ونشوف الشاشة هتعرض لنا تعريفها إزاي مع بعضينا على الشاشة. قال لي من النقاط المرجعية نقطة الإسناد أو المرجع اللي هي الريفرنس بوينت. الريفرنس بوينت على الرسم حبايبي بنرمز لها بالرمز R. الار ديت هي اقصى مسافه يتحرك اليها العده في اتجاه المحور اكس وكذلك المحور زد. يبقى انا عندي نقطه اخرى مرجعيه بنسميها النقطه المرجعيه اللي هي اقصى مسافه ممكن تتحرك ليها العده في اتجاه المحور اكس وكذلك المحور ايه زد. بمعنى ايه يا ميس؟ مش انا قاعد اهو يا ولاد، دي كده فضاء التشغيل اللي قدام. ايدي ممكن تتحرك لاقصى مسافه اهي في اتجاه ايه؟ في اتجاه الطول كده، وفي اتجاه مين؟ وفي اتجاه العرض. يبقى انا عندي العده دي اقصى مسافه تتحرك لها في اتجاه اكس وفي اتجاه زد، دي بنسميها النقطه المرجعيه. يبقى النقطه المرجعيه اللي هي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها الريفرنس بوينت. اللي هي ايه الريفرنس بوينت ديت؟ اقصى مسافه تتحرك اليها العده في اتجاه المحور اكس وكذلك المحور زد. تمام يا شباب. طب احنا كنا عندنا نقطه رابعه اللي هي نقطه تطابق العده على حاملها، ونشوفها كده النقطه ديت عباره عن ايه على الشاشه. قال لي النقطه دي بنسميها النيترال بوينت او التول بوينت. تمام، التول زيرو بوينت. التول زيرو بوينت دي فين بقى؟ شايفين يا شباب الهولدر؟ الهولدر ده اللي هو ايه؟ اللي انا بحط فيه العده. الهولدر ده بتاع السبندل اللي انا بحط فيه الايه؟ العده. يعني ايه الهولدر ويعني ايه السبندل يا اولاد؟ انا عندي العده اهي،
تمام. العدة دي ببقى ماسكها ب ماسك كده، الماسك ده بيسمى الايه؟ الهولدر. طب الهولدر ده نقطة تطابق الهولدر مع العدة بنسمي النقطة ديت الطول 0 بوينت، ودي نقطة مرجعية رابعة، ودي بتبقى مهمة جدا، وهي نقطة انطباق ماسك العدة على حاملها. ماسك العدة على ايه؟ على حاملها. يبقى انا عندي النقطة الرابعة ايه بقى يا ولاد؟ قال لي النقطة الرابعة هي عبارة عن الطول 0 بوينت. يعني ايه؟ يعني نقطة صفر العدة. ونقطة صفر العدة يا ميزي احنا نعرفها ازاي؟ مش احنا عندنا الهولدر، الهولدر اللي هو الظرف اللي بيمسك مين؟ بيمسك العدة. ده الهولدر ده بيمسك الاسبندل، الاسبندل اللي هو مين؟ الاسبندل يا ولاد اللي هو عمود دوران العدة، عمود دوران الايه؟ العدة. الهولدر ده لما بيجي يمسك الاسبندل بتاعي اللي هو عمود دوران العدة بيبقى فيه نقطة تطابق في الاحتكاك او التماسك ما بين مين؟ ما بين التلامس ما بين الهولدر والايه؟ والعده بتاعتي. النقطه ديت على وش الاسبندل، على وش الهولدر من فوق، النقطه دي على وش الهولدر من فوق بنسميها نقطه ايه؟ نقطه صفر الطول او نقطه صفر العده. نقطه صفر العده دي اللي بنسميها ايه؟ الطول 0 بوينت. تعرفها ايه؟ نقطه انطباق ماسك العده على حاملها، نقطه انطباق العدة على ايه؟ حاملها. نقطة انطباق العدة على حاملها. تمام يا شباب؟ ده كده الاربع نقط المرجعية لأي ماكينة في ذات تحكم عددي لازم اكون عارفهم كويس جدا عشان لما اجي ابرمج ابقى فاهم انا فين من المكنة وهدي ابعادي الان نقطة من النقط المرجعية دي. تمام. وده اللي بيخلينا نمشي في مسار الانتاج بتاعنا صح على المنتج، وكمان بنطلع منتج بجودة تشغيل وتنفيذ عالية جدا. تمام يا شباب؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا النقاط المرجعية بتاعتنا كام نقطة؟ اربعة. نقطة صفر الشغلة، نقطة صفر الماكينة، نقطة المرجع اللي هي الريفرنس بوينت، نقطة تطابق العدة على حاملها وهي الطول 0 بوينت. مع بعضينا بقى في حلقتنا ناخد موضوع اخر في المجال بتاعنا ماكينات التحكم العددي، وهو على الشاشة بتاعتنا طرق برمجة ماكينات التحكم العددي. الموضوع بتاعنا ده جميل قوي يا ولاد. الموضوع ده هيبدأ يعرفنا ايه هي الطرق اللي اقدر ابرمج بيها ماكينة التحكم العددي عندي. فقال لي انا عندي طريقة في الاول اسمها البرمجة اليدوية. يعني ايه البرمجة اليدوية دي يا شباب؟ قال لي هي الاعداد المباشر للبرنامج التشغيلي عن طريق تحويل الخطوات التشغيلية لقطعة الشغل المراد تصنيعها الى برنامج مستخدما احدى لغات البرمجة لماكينات التحكم العددي. انا مش فاهم هو ايه اللي حضرتك بتقوليه دوت؟ يا ولاد احنا عندنا موضوع جميل قوي اسمه طرق البرمجة. هو احنا دلوقتي يا ميس لما نيجي نبرمج في طرق للبرمجة؟ عندنا طريقتين للبرمجة يا ولاد. عندنا حاجة اسمها البرمجة اليدوية وعندنا حاجة اسمها البرمجة الآلية. حاجة اسمها ايه؟ البرمجة اليدوية وحاجة اسمها البرمجة الايه؟ الآلية. تمام يا شباب؟ طب ايه هو الفرق ما بين البرمجة اليدوية والبرمجة الآلية؟ قال لي البرمجة اليدوية هي عبارة عن الاعداد المباشر للبرنامج، الاعداد المباشر لمين؟ للبرنامج، عن طريق تحويل الخطوات التشغيلية لقطعة الشغل المراد تشغيلها الى برنامج مستخدما لغات الايه؟ البرمجة على ماكينات التحكم العدد. يعني ايه مس؟ يعني انا لما هاجي ابرمج المكنة بتاعتي يا اولاد يدوي يعني ايه؟ ما حضرتك قلت لنا المكان ده احنا ما بنشتغلش بايدينا فيه. احنا بس بنيجي نكتب البرنامج على الحاسب الالي بكتبه بايه؟ بايدي، صح؟ يبقى انا لما اجي اكتب البرنامج بايدي، لما اجي ادخل سرعه القطع والتغذيه وعمق القطع للماكينه على البرنامج بتاع السي ان سي بدخله من الكيبورد ده كده يدوي، لما اجي ابدا اعمل عمليه تسلسل تشغيل، العمليات التشغيل بتاعتي انا اللي بعملها، طالما انا اللي هعمل البرنامج وانا اللي هختار السرعه والتغذيه وعمق القطع
وانا اللي هكتب البرنامج بتاعي والتسلسل التشغيلي بتاعي، طالما اني انا اللي اخترت كل هذه البيانات والداتا ودخلتها للمكنه. اذا البرمجه دي يا اولاد اتعملت بايزي، يبقى اسمها برمجه يدويه. اسمها برمجه ايه؟ يدويه. طب ايه بقى موضوع البرمجه الاليه ده؟ قال لي في الحاله ديت انا مش هعمل انسرت داتا، انا مش هدخل بيانات، ده انا هدخل رسمه المنتج المراد تنفيذه، يعني هدخل الرسمه النهائيه للمنتج المراد ايه؟ تنفيذ. الله ايه الجمال ده. طب انا في الحاله ديت لما ادخل رسمه المنتج النهائي يبقى مطلوب مني ايه يا شباب؟ مطلوب مني ان انا في الحاله ديت اعمل عمليه برمجه ايه؟ اليه. تمام. وده الفرق بين البرمجه اليدويه والبرمجه الاليه. وبكده حبايبي احنا النهارده وصلنا مع بعض لنهايه حلقتنا الجميله. اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا.